Honte non. انا احكي لك حكايه في دقيقه واحده. اوكي. سنه 67 حصلت هزيمه 67. كان ابي رحمه الله عليه في الجيش المصري. نعم. عاد الى امي يحمل ذل العار والهزيمه. عارف قالت له ايه امي؟ مش هتدخل الاوضه دي. اوضه النوم. قبل ما ترجع الارض والعرض، قبل ما ترد الهزيمه، عجبت لرجل ارضه محتله. الصهاينه يدنسون ايه؟ البولان هناك يحلقون فوق القصر الرئاسي، وناتي ليدافع عن النقاب. ايه؟ ما تروح تشيل سلاح وتشيل الهباب اللي بتنيل على الارض. انا بقول لك امي قالت لابويا كده ليه؟ والنساء المصريات قالوا لهم كده ليه؟ عشان يعملوا معركه راس العين، عشان يعملوا الاستنكار، عشان يعملوا اكتوبر، عشان يرجع الارض والعين. بدل ما يتكلم في النقاب بأن يجهزوا جيوشهم. طيب وبدل يضرب البنت. ماشي خليني اسألك سؤال. بدل دقيقة. ولا كثير من الناس يقولون فاطمة ارتفع عن الأقصى.